الموبايل بيجي بشاشة معدل تحديثها 90 هرتز وكاميرا أمامية 32 ميجا بكسل. يلا بينا نعرف باقي التفاصيل. أهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة مو بي سي. النهاردة هنتكلم عن موبايل أوبو رينو 4 برو نسخة الـ 5G، وهنتكلم عن كل مواصفات الموبايل وكمان مميزاته وعيوبه، وكمان في آخر الفيديو هنوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية والسعر بالدولار، سواء سعر متوقع أو سعر رسمي. خليني بس اقولك ان ده اوبو رينو 4 برو نسخة الـ 5G، عشان محدش يجي يقول تحت في التعليقات ان الامكانيات غلط. لا، بيكون في فرق بين نسخة 5G وفرق بين نسخة 4G، واللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي هي نسخة الـ 5G، ونسخة الـ 4G من الموبايل ده لسه منزلتش. اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو. في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. مواصفات هاتف اوبو رينو 4 برو نسخة الـ 5G. هنبتدي بالشاشة. الشاشة بتيجي من نوع AMOLED وبتيجي بحجم 6.55 بوصة بجودة Full HD Plus وبدقة 2400 في 1080 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 402 بكسل لكل انش. وهنا الكاميرا الأمامية للموبايل جاية على شكل ثقب. الشاشة عليها طبقة حماية جوريلا جلاس الجيل السادس، وبتدعم HDR10 بلس، وكمان الشاشة بتدعم معدل تحديث 90 هرتز. طبعا معدل تحديث 90 هرتز مع شاشة أموليد دي حاجة كويسة جدا، ولكن طبعا خد بالك انك لما بتشغل 90 هرتز بتسحب أكتر من البطارية. عموما الشاشة هتدين بأداء حرفيا ممتاز جدا. بالنسبة للمعالج، هو نفس المعالج اللي موجود في النسخة العادية، وهو سناب دراجون 765G بدقة تصنيع 7 نانو، وبيدعم خدمات الجيل الخامس. احنا كنا بنقول ان المعالج في النسخة العادية كويس على سعر الموبايل، ولكن هنا المعالج مش اقوى حاجة في الفئة السعرية دي. بس طبعا عموما المعالج هيقدم اداء كويس جدا في التنقل بين التطبيقات والبرامج والالعاب، وهيشغل لعبة ببجي على اعدادات اعلى من المتوسطة. ولكن زي ما قلت ده مش اقوى معالج في الفئة دي، وهنوضح لك الكلام ده في اخر الفيديو. الموبايل بيجي بنسختين، الاولى 128 جيجا مساحة داخلية مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مساحة داخلية مع 12 جيجا رام. وللأسف الموبايل مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. بالنسبة للكاميرات، الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الأولى 48 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 13 ميجا بكسل ودي تليفوتو لعمل زوم لحد 2x بدون ما تخسر أي جودة، والتالتة 12 ميجا بكسل ودي الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة. الموبايل بيدعم تصوير فيديوهات بالكاميرا الخلفية بجودة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية، وبيصور Full HD بمعدل 30 أو 60 أو 120 فريم في الثانية. ده بالإضافة إن الكاميرا الخلفية بتدعم مثبت إلكتروني أثناء تصوير الفيديو، وكمان الكويس هنا إنها بتدعم تثبيت بصري. الكاميرا الأمامية للموبايل بتيجي 32 ميجا بكسل، وهنا الكاميرا الأمامية للموبايل بتصور فيديوهات بجودة Full HD بمعدل 30 فريم في الثانية، والكاميرا فيها مثبت الكتروني اثناء تصوير الفيديو زي النسخه العاديه. الموبايل بيجي ببطاريه 4000 ملي امبير، بطاريه كويسه وبرضه هتدينا اداء كويس. ده بالاضافه لدعمها الشحن السريع بقوه 65 واط، يعني البطاريه هتتشحن بالكامل في 36 دقيقه فقط، ودي سرعه كويسه جدا. الموبايل بيجي باندرويد 10، وللاسف زي النسخه العاديه الموبايل مش بيدعم منفذ السماعات. منفذ شحن الموبايل بيجي من نوع تايب سي. ظهر الموبايل بيجي من الازاز وعليه طبقة حماية جوريلا جلاس الجيل السادس، وفريم الموبايل بيجي من الألومنيوم. الألوان اللي بيجي بها الموبايل هي الأسود والأبيض والأزرق والبامبي والأخضر. الموبايل بيدعم خدمات الجيل الخامس. الموبايل بيدعم مستشعر البصمة وموجودة في الشاشة. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل مو بي سي بالإضافة لاسم الموبايل اللي أنت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. مميزات موبايل اوبو رينو 4 برو نسخة الـ 5G. الشاشة حرفيا هتقدم لك اداء ممتاز. الموبايل بيدعم الشحن السريع بسرعة ممتازة. بطارية الموبايل هتقدم لك اداء كويس. الموبايل بيدعم تثبيت الكتروني وبصري. عيوب موبايل اوبو رينو 4 برو نسخة الـ 5G. المعالج اللي جاي مع الموبايل كويس جدا، ولكنه مش الاقوى في الفئة دي. الموبايل لا يدعم تركيب كارت ميموري خارجي. الموبايل لا يدعم منفذ السماعات. ودلوقتي هوضح سعر الموبايل في مصر وفي السعودية وسعر اطلاق الموبايل. عايزك بس تعرف ان سعر الموبايل في مصر وفي السعودية دي اسعار متوقعة، لان الموبايل لسه منزلش مصر ولا السعودية، ولما يتعلن بشكل رسمي عن الاسعار هنكتب تحته في الكومنتات. تم اطلاق الموبايل في الصين نسخة 128 جيجا مساحة داخلية مع 8 جيجا رام 530 دولار، نسخة 256 جيجا مساحة داخلية مع 12 جيجا رام ب 600 دولار. السعر المتوقع في مصر النسخة الأولى 9000 جنيه والنسخة الثانية 10000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية
النسخة الأولى 2100 ريال، النسخة الثانية 2320 ريال. وخلينا فكرك تاني ان ده أسعار متوقعة، ولما تعلن عن السعر بشكل رسمي هنكتب تحته في الكومنتات. واخيرا، هل الموبايل ده افضل حاجة في الفئة السعرية دي ولا في افضل منه؟ شاومي بوكو اف 2 برو يعتبر منافس قوي جدا لموبايل اوبو رينو 4 برو نسخة ال 5G. لو هنتكلم على الاداء، اوبو بيجي معالج سناب دراجون 765 جي، وشاومي بيجي معالج سناب دراجون 865، وهنا معالج شاومي تفوق. اوبو بيجي بشاشة اموليد بجودة فول اتش دي بلس بمعدل تحديث 90 هرتز، وشاومي بيجي بشاشة سوبر اموليد بجودة فول اتش دي بلس، وهنا شاشة اوبو تتفوق عشان معدل تحديث 90 هرتز. اوبو بيجي ببطارية 4000 ملي امبير، وشاومي بيجي ببطارية 4700 ملي امبير، وهنا شاومي تتفوق. اوبو يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وشاومي يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، وهنا اوبو تتفوق. اوبو لا يدعم منفذ السماعات، ولكن شاومي يدعم منفذ السماعات، وهنا شاومي تتفوق. تعالوا بقى نشوف فرق السعر ما بينهم. مع العلم ان سعر الجهازين متوقع، وده لانهم لسه ما نزلوش مصر. سعر اوبو المتوقع نسخة 128 جيجا مساحة داخلية مع 8 جيجا رام 9000 جنيه. سعر شاومي المتوقع نسخة 128 جيجا مساحة داخلية مع 6 جيجا رام 8500 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه، وفي اخر الفيديو لو فيه موبايل معين عايزين نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات. كمان مستنى رأيك في موبايل اوبو رينو 4 برو نسخة ال 5G. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.